اهلا بحضراتكم مرة تانية على اي هارت. النهاردة هنتكلم في الحلقة التانية من موضوع revascularization in diabetic patients. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا على prevalence of coronary artery disease in diabetics وعلاقة الديابيتس بالcoronary artery disease. النهاردة زي ما احنا وعدنا حضراتكم هنتكلم على current evidence for revascularization in diabetic patients, whatever this is by CABG or by PCI. زي ما احنا عارفين انه موضوع revascularization in diabetic patients او موضوع revascularization in general, whatever CABG or PCI, ده موضوع قديم والكلام فيه بدأ منذ ظهور coronary revascularization by PCI في اوائل التسعينات, وكان ساعتها الجولد ستاندرد تريتمنت هو كورونري ارتري باي باس سيرجري. كان لسه البي سي اي ده يعتبر تكنيك جديد بيحاول يثبت نفسه قدام الجولد ستاندرد تكنيك اللي كان موجود ساعتها اللي هو الكورونري ارتري باي باس سيرجري. كانت بدايه الترايلز الاولانيه بتقارن ما بين البالون انجيوبلاستي فيرسس كورونري ارتري باي باس سيرجري. الابحاث الاولانيه دي زي ريتا ترايل, زي الايست ترايل, زي الكابري ترايل, زي الفيموس اللي احنا عارفينها كلنا باري ترايل, اثبتت انه بالون انجيوبلاستي كود بي بينيفيشال ان دايابيتيك بيشن ان بيشنتس وذ كورونري ارتري ديزيز ان جنرال. دلوقتي بنتكلم على العيانين كورونري ارتري ديزيز بوجه عام, ات كود بي بينيفيشال, لكن عندها مشكله كبيره جدا هي الهاي ريفاسكولاريزيشن ريت. المشكله هي ان العيان اللي بيتعمل له ريفاسكولاريزيشن بالبالونه بعد فتره بيرجع يشتكي تاني, ولما بيعمل كورونا انجيوجرافي تاني بنلاقي ان الضيق رجع. الريت ده مثلا في الباري ترايل اللي كانت في سنه 96 كان حوالي 77%, 76.8% بالظبط, مقابل 20.3% لما نقارنها بالكورونا ارتري باي باس سيرجري. دي نسبه كبيره جدا, واتشافت الفاكتورز اللي هي ممكن يبقى لها علاقه بالهاي ريفاسكولاريزيشن ريت, وكان من ضمنها الديابيتس. دي كانت بدايه التفكير في انه عيان الديابيتك ده لما تيجي تعمل له ريفاسكولاريزيشن يبقى لازم يبقى باي كابج. بعد كده في الالفينات بقى كان ساعتها ظهرت البير ميتال ستنس. البير ميتال ستنس ظهرت في اواخر التسعينات, وبدات تظهر بقى كومباراتيف ترايل وتتنشر في الالفينات 2001 لحد 2005 على استخدام البير ميتال ستنس مقابل الكوراري ارتري باي باس سيرجري. زي ما احنا عارفين زي ما البي سي اي تكنيكس بتتطور, الكوراري ارتري باي باس سيرجري تكنيكس برضو بتتطور. كانت في الاول كلها فينوس جرافتس, بعد كده ظهرت معانا استخدام الارتيريال جرافتس ليما, وبعد كده ظهرت الريما, وظهرت الفري راديال جرافتس, واثبتت انه احتماليه ان العيان يحصل ديجنريشن ويحصل ريكرنت سيرجري, نيد فور ريكرنت ريفاسكولايزيشن اوتيفر سيرجري او بي سي اي, اصبحت اقل مع التوتال ارتيريال ريفاسكولايزيشن. توتال ارتيريال ريفاسكولايزيشن ده تكنيكالي ديماندنج وتايم ديماندنج, الجراحه بتاخد وقت اطول. الجراحين ما بيحبوهاش قوي لانها بالنسبه لهم اكزوستنج, وبيقولوا انها بتزود فرصه ان يحصل اي سورس اوف انفكشن. الجراحه اللي بتاخد 3 ساعات غير اللي بتاخد 5 ساعات, ففرصه ان يحصل انفكشن في الوونز وكده بتبقى اعلى مع اللونج بروسيدرز, لكن في الاخر الريفاسكولاريزيشن ريت بتاعها افضل كثيرا جدا. فحصل تطور في الباي باس سيرجري, وحصل تطور بدخول الستنتس في البي سي اي تكنيكس اللي موجوده. وبرغم هذا احنا كان عندنا اكتر من ترايل اتنشرت, زي الاوسم ترايل, ايراسي ترايل 2, وارتس ترايل, وعندنا اس او اس ترايل, واوكتو ستنت. كل دي ترايلز اتنشرت في الالفينات, لكن البرايمري اند بوينت كان مازال اعلى مع البي سي اي,
زي مثلا في الارت ستراير كان حوالي 26.2% مقابل 12.2% مع الكابج. الريفاسكولاريزيشن ريت كان 30.3% مقابل 8.8% مع البي سي اي. لما نبص على الاس او اس هتلاقي ان البرايمري اند بوينتس كانت 21 وفي البي سي اي كانت 6%. لما تبص على الريفاسكولاريزيشن ريت في الاس او اس هتلاقي 21% مقابل 6%. الارقام اتحسنت مع البير ميتال ستنتنج طبعا مقابل الكلام اللي كنا بنتكلم عليه حوالي 77% ريفاسكولاريزيشن ريت، وصلنا الارقام تقترب من ال 30 وال 20% التلت للخمس. ده تحسن طبعا، بس ستيل انا عندي مشكله مع الريفاسكولاريزيشن باي بي سي اي انه اعلى من الستنتنج. بعد كده بقى دخلت علينا الدراج اليوتينج ستنس. طبعا حصل تحسن كبير مع استخدام الدراج اليوتينج ستنس في الريفاسكولاريزيشن ريت، لكن برضو ستيل انا عندي مثلا هنا في السيرولوماس اليوتينج ستنت تكنيكس كانت 9% مقابل 4% في وان ترايل و14% مقابل 6% في انذر ترايل. في تحسن، لكن مازال برضو عندي الكورونري ارتري باي باس سيرجري هو الجولد ستاندرد. طيب دي الداتا اوف ريفاسكولاريزيشن ان جنرال ان اول بيشنتس وذ كورونري ارتري ديزيز. لما تشوف بقى الكرنت ايفيدنس ان دايابيتيك بيشنتس سبيسيفيكالي هنلاقي في اكتر من ترايل. سينتاكس ترايل دي اشهر ترايل، ظهرت في 2013 وكعملت حاجه جميله جدا انها قسمت العيانين بسكور اللي هو بيسموه سينتاكس سكور لجروبس، جروب اللي هو من 0 ل 22، جروب من 23 ل 32، وجروب اعلى من 33، وشافت الاوتكم في كل جروب. لقيوا ان الجروب العالي اللي هو في 33 فما فوق ده البرايمري اند بوينت بتاعه كان عالي جدا الفرق 32% مقابل 12% تقريبا، وبالتالي خلاص في الدايابيتيك بيشنتس والسينتاكس سكور اعلى من 3 اعلى من 3 او يساوي 33 ده عيان كابج ما فيهوش كلام. لكن الناس اللي السينتاكس سكور 22 او اقل دول لقوا انه الاند بوينتس مش فارقه ما بين الكابج والبي سي اي، وهنا لاول مره يحصل تساوي ما بين الاثنين. وبالتالي انا دلوقتي خلاص بحسب السينتاكس سكور، العيان اللي السينتاكس سكور بتاعه 22 او اقل ده يقدر يعمل بي سي اي، خلاص ليه اعرضه الكابج طالما الاوت كام واحد. المجموعه اللي في النص بقى اللي هي من 23 ل 32 دي جراي زون، اي هاف تو انديفيدوالايز. الريفاسكولاريزيشن ريت في التوتال جروب طبعا ستيل لصالح الكابج. ظهرت ترايلز ثانيه زي الكارديا ترايل وفريدم ترايل. فريدم بقى دي كانت مميزه جدا ان هي رجعتنا تاني لقصه ان الكابج احسن. ليه؟ هي طلعت اند بوينت مش فارقه كتير، 26.6% مع البي سي اي مقابل 18.7% مع الكابج، فرق مش كبير. والريفاسكولاريزيشن ريت كان 12% تقريبا ل 5%. المشكله بقى ان المورتاليتي كانت اعلى مع البي سي اي 16% مقابل 11% تقريبا، 10.9% مع الكابج. فالسيجنال اوف مورتاليتي دي وكانت سيجنيفيكانت خلتنا رجعتنا تاني قلنا لا يبقى الكابج ده ليه اعرض العيان لهاير مورتاليتي. لكن في المقابل كان الستروك ريت اعلى مع الكابج، يعني طلعت لي حاجه لصالح البي سي اي وهي مهمه، هي الكابج طبعا لصالح الكابج وهي المورتاليتي، وطلعت لي حاجه لصالح البي سي اي وهي هاير ستروك ريت مع الكابج. الكلام ده جت ترايل ثانيه اللي هي الفي اي كاردز، وراحت مطلعه لي برده كلام ان في مورتاليتي ريت 21% مع بي سي اي مقابل 5% مع الكابج. ف ايه ده، الناس اتخضت طبعا دلوقتي عندي مورتاليتي اعلى، يعني بدات تظهر في الترايلز دي. طب اشمعنى؟ اتعمل ميتا اناليسز الاول كوز مورتاليتي في البير ميتال ستنت ترايلز مقابل الكابج فيرسس بيسا كان لصالح الكابج، مع دراج اليوتينج سنس ستيل لصالح الكابج. الجايد لاينز الاخيره للريفاسكولاريزيشن اللي طلعت الشهر اللي فات من الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي جمعت بقى الراندمايزد كنترول ترايلز. احنا عارفين ان الترايلز دي درجات، اعلى درجه منها ما يسمى بالراندمايز كنترول ترايلز. لما جمعوا الراندمايز كنترول ترايلز داتا لقيوا برضو ستيل انا عندي ادفانتج مع الريفاسكولاريزيشن باي كابج.
طلعوا تو ترايلز بقى مع الليفت مين ستنتنج في المالتي فيسل ديزيز نوبل واكسل ترايلز، والحقيقه واحده فيهم كانت النتائج بتاعتها مش فارقه الاكسل، والنوبل كانت فارقه. فدي كانت شويه كونفليكتنج، هل نوع الستنت اللي بيستخدم بيفرق؟ هل العيان نفسه اللي انا بتخله في الترايل هو اللي بيفرق؟ فالقصه برضو برجعت تاني تبقى فيج فيما يخص هذا الموضوع. لكن في الاخر في كونسنسس انه ريفاسكولايزيشن باي كابج افضل من البي سي اي، خاصه في الدايابيتيك بيشنتس، خاصه فيما يخص الريفاسكولايزيشن. دي ما فيش خلاف عليها في معظم الترايلز، الريفاسكولايزيشن ريت هو المشكله مع البي سي اي. طيب هل التايب 1 دايابيتيك بيشنتس الكلام فيهم يختلف عن التايب 2؟ لان معظم الترايلز دي كانت بتاخد تايب 2 دايابيتكس. تايب 1 دايابيتيك بيشنتس كان في بيبر مهمه جدا في 2017 بتناقش الموضوع ده. كان الكونكلوجن بتاعها لما هي جمعت عيانين تايب 1 دايابيتس وعملت كومباريزون ما بينهم وما بين العيانين اللي دي كانت اوبزرفيشنال كوهورت ستادي، لقيوا فيها ايه بقى؟ لقيوا فيها انه بي سي اي كومبيرد وذ كابج was associated with higher rates and risks of coronary high heart disease mortality, myocardial infarction and repeated revascularization. وقالوا our findings indicate that CABG may be the preferred strategy in patients with type 1 diabetes in need for multivessel revascularization. نفس الكلام بتاع type 2 diabetes. يبقى type 1 ما فرقش معانا فيما يخص تايب 2 دايابيتس. بكده يبقى احنا النهارده لخصنا بسرعه الايفيدنس اللي موجود معانا في الليتريتشر فيما يخص الريفاسكولاريزيشن باي كابج فيرسس بي سي اي ان دايابيتيك بيشنتس، ومستعدين على صفحتنا اي هارت نستقبل كل الاسئله ونرد عليها، وان شاء الله نلتقي معاكم في الحلقه الجايه الحلقه الثالثه في موضوع النهارده، واللي هنتكلم فيها على الجايد لاينز. الجايد لاينز قالت ايه بعد الداتا اللي احنا قلناها دي؟ عندنا داتا مع وداتا ضد، في ترند ناحيه الكابج. طب امتى اعمل كابج وامتى اعمل بي سي اي؟ هل الموضوع محسوم؟ جايد لاينز قالت ايه في النهايه؟ ده اللي احنا هنناقشه في الحلقه الجايه الحلقه الثالثه في هذا الموضوع على صفحتنا صفحه اي هارت، ونلتقي معكم في الحلقه القادمه ان شاء الله.